ازيكم؟ عاملين ايه؟ مين متحمس يشوف الفكرة الجديدة اللي نوينا عليها في الفيديو اللي فات؟ فكرة خطيرة من السيديات القديمة، استنونا. عاوز اقول لكم كمان، لو وراكم حاجة دلوقتي او مش فاضيين اقفلوا الفيديو ورجعوا له كمان شوية، لان لازم تركزوا في كل نقطة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل مستني طبعا الشغل الجديد بالسيدي زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. دي كانت الصور اللي وريتها لكم في الفيديو اللي فات اللي قلنا هنعمل زيها. هقول له هنعمل ايه بالظبط. نرجع تاني، ما تنسوش لايك وسبسكرايب وساعدوا للشغل. المرة اللي فاتت قلنا ان احنا كلنا عندنا سيديات قديمة، بتاعت كتب، بتاعت اي بروجرام خلاص انتهى، اي حاجة هنبدأ ننضفه عشان نشتغل عليه. طيب هنبدأ نشيل جزء كده بالمقص او باي حاجه حاده، وبعدين هنجيب السرداب العريض، هنلزق مكان الحته اللي شلناها بالطول. وهنضغط عليه جامد جدا عشان يبدا يشيل معايا. شيل ازاي؟ هنكرر بقى في كله كده لحد ما بنشيل كل الكفر ده. في شوية مشاكل واجهتني مع بعض سيديهات، هوريها لكم عشان لو قابلكوا تقدروا تعرفوا هنعمل فيها ايه. اول مشكلة ممكن نلاقيها ان السي دي يبقى عامل زي المراية كده بعد ما نشيل الكفر اللي عليه. ده حلو ان احنا بسلك ناعم خالص نبدا ان احنا نغسله. بصوا انا شلت لكم جزء وجزء، لا كده بصوا اهو الفرق. بصوا ايدي باينه اهي، ده الجزء اللي شال بسلك الناعم. بس خلوا بالكم وانتوا بتعملوا ده انه ما يتجرحش. تاني حاجه ممكن تقابلنا ان احنا يتبقى برضو اجزاء كده مش عارفين نشيلها بالسلتان، ده برضو بنفس السلك الناعم نشيل بواقي الكفر، بواقي اللزق لو سايب اي تأثير يعني او اي تلزيق. ده برضو لون اي سي دي بقى هنشيله هيدينا كده. بصوا بيعمل الالوان ازاي، الوان الطيف دي لازم نشيلها من السي دي سواء من قدام او من ورا. لازم نشيله، بنشيله بايه؟ بقماشة صغيرة او قطنة وخل، ونبدأ ان احنا نمشي عليه كله لحد ما يروح كل الالوان دي، لان احنا عايزينه شفاف تماما. بصوا هنا شلنا كل الالوان اللي فيه. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنبدأ، انا قلت لكم المرة اللي فاتت ان هو محتاج شوية عضلات، هتشوفوا بقى ايه هنحتاجها في ايه دلوقتي. هنرسم الشكل اللي احنا عايزينه، بس ورقة عشان تشوفوا احنا بنعمله. وليكن مثلا اول عايز يقص عشوائي، بس هتحتاجوا ان انتوا برضو ترسموا في خطوة من الخطوات. مثلا مثلث، بس دي الواحد ممكن يطلع لكم اشكال كتير قوي. كل ما بتظهر الاشكال كل ما تقدروا تستخدموا بقية السي دي في اشكال تانية. هي جامدة شوية عشان كده قلت لكم الفيديو ده ما ينفعش للأطفال خالص، ممكن الأطفال يدخلوا بعد كده بقى في الخطوة الجاية اللي احنا هنعملها بعد كده. بصوا ده ممكن يعور الأطفال، مش هيقدروا يقصوا طبعا عشان ايديهم أضعف طبعا مننا كتير. لازم بقى أي شكل هنعمله نقص منه اتنين قد بعض بالظبط، لازم يبقوا قد بعض تماما. خلي بالكم الخطوات دي لان دي اللي هتفرق في الشغل في الاخر، ما نجيش نبوظ الشغل بتاعنا على حاجه بسيطه. وهنقصها بقى. عندنا
قطعتين قد بعض تمام. هناخد قطعة منهم ونسيب التانية على جنب. انا كمان حضرت كذا قطعة كده كمان. الاشكال المستقيمة بتبقى اسهل كتير طبعا في القص من الاشكال اللي هي الزجزاج او الدايرة. دي تعبتني قوي عشان اطلعها شبه الدايرة شوية. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ احنا هنبدأ ان احنا نلون الاشكال دي او نحط عليها ستيكر او اي صورة، ممكن صوركم الشخصية. الالوان هتبقى الوان اكريليك، الوان جواش، الوان زيت، اي الوان من دي. انا شخصيا بحب الاكريليك في شغلي. حط بس الالوان، ممكن ندخل بقى الوان مع بعض، نرسم رسمة، تعملوا بقى كل اللي انتوا عايزينه. يعني ايه ايش حاجة اللي احنا بنعمله ده ينفع كمان مشروع، ينفع كمشروع فني او تجاري ليكوا. يعني انتوا ممكن تعملوا الشغل دوت وهوريكوا ممكن نقفله ازاي بعد كده، بحيث يطلع بقى شغل تاني خالص وحاجات تانية خالص. انا جهزت بعض الالوان، ابدا الون. يعني مثلا ممكن هنا ابدا احط زي مثلا جزء هنا ازرق، من فوق ابيض شويه زي المخ، وبعدين هنعمل لون مثلا اصفر من فوق. كل واحد بقى يحط الاشكال اللي هو عايزها او يرسم الرسومات اللي هو عايزها. ممكن الخطوه دي اللي يدخل فيها الاطفال، يبص فرشه كمان. انا برضو جبت لكم صوره اهي عشان اوريكم، دي صوره قصها من كتاب. هنحط مثلا الازرق تاني، نحطها مثلا هنا، عشان الصوره بس تلزق. ممكن بقى نشتغل بقى حواليها بقى زي ما احنا عايزين. الاحسن ان انتوا تدخلوا كذا لون، هيبقى تأثيره احلى من ان انتوا تبقى هو لون واحد بس كده صلب. هنشوف التأثير ده وتأثير ده بعدين. وما ينفعش تبقى الصورة مغطية القطعة اللي احنا قصيناها كلها، لان احنا هنحتاج ملمس الالوان ده في اللزق بعدين. ممكن هنا نعمل جزء ذهبي، نقلب بس اللون. مش عايزين الالوان تبقى كتير قوي او تبقى كبيرة، بس يا دوب كده. ممكن ندخل فيها ابيض مثلا، بقى اصفر كده. يعني بقى براحتكم العبوا بالالوان براحتكم. طبعا كل ما هتشوفوا النتيجه كل ما هيجيلكم افكار اكتر. ممكن تسيبوا جزء شفاف متلونوش فيه، بس مبقاش كبير قوي مثلا. ممكن نجيب الاحمر كمان. عايزاكوا بقى تلعبوا بالالوان زي ما انتوا عايزين، بس برضو بسرعة، لان احنا مش عايزين اللون ينشف قوي. الاكريليك بالزيت بينشف بسرعة، لو جواش او زيت يعني ناخد راحتنا في الوقت، مش مشكلة. يعني الاكريليك بينشف بسرعة عشان الجو حر الايام دي.
فيها ايه؟ ازرق مع احمر، فنعمل هنا بيربل. يعني انا بلعب، تبقى يعني عايزين تعمل حاجه بقى ايه مختلفه برضو، يعني براحتك. بقى واضحين عندكم؟ انا كده لو لونتهم كلهم. ممكن بقى نعمل هنا مثلا ورده، ده خلاص. هنعمل ايه بقى؟ كل جزء احنا لوننا عليه هنسيبه ينشف، بس مش ينشف للاخر، يا دوبك هينشف حاجة بسيطة جدا. قبل ما ينشف تماما هنبدأ نلزق عليه الجزء التاني بتاعه. مثلا اهو نبدأ نحط عليه الجزء التاني بتاعه، عشان كده قلنا لازم لازم الجزئين يبقوا قد بعض تماما. مثلا اول ورقة سمكة، عشان تمسك فيها لازم الالوان تبقى طرية شوية، لو نشفت مش هيمسكوا في بعض. طبعا لازم السيتي يبقى نضيف جدا ومتنشف عشان ما يبقاش في اي مشكله يبوظلنا الشغل بتاعنا. الجزء اهو بالراحه خالص بيركب على الجزء التاني بتاعه. كده خلصنا اول مرحله. المرحله اللي بعد كده بقى ايه؟ يعني هنجيب صينيه تخدوش صينيه وورق فايل، وهندخلهم الفرن وما نمسكهمش خالص 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 غير بعد ما نطلعهم يبردوا، وهوريكم شكلهم برده في الفرن. هحطهم على الصينيه. انا كنت قبل ما اجرب التجربه دي كنت خايفه جدا وقلقانه ان انا احط حاجه في الفرن زي كده بقى، وممكن تتحرق، ممكن تعمل ريحه، ممكن تبوظ لي الفرن، حاجات كتير. بس لما جربت الحمد لله الموضوع بسيط، يعني مفيش اي مشكله فيه. دي الاشكال اهي واضحه اكتر، وهوريكم بقى هنعمل ايه تاني. استنوني. الاشكال اهي كلها قبل ما ادخل الفرن. انا استغليت بقية السجاد اللي عندي وعملت اشكال تاني بدل ما ارميها. بصوا متجنين اهي، شايفين كله اهو من قريب. حطيت على صينية عليها ورق فويل
وادخلها الفرن وارجع اوريكوا تاني. من قلب الحدث اهو جوه الفرن، نسيبها بقى تستوي ونرجع نشوفها تاني. ده اول ما طلع من الفرن خد حوالي 12 دقيقة، ما ينفعش نلمسه ولا نحركه ولا نعمل فيه اي حاجة غير لما يبرد تماما. هنا دول دخلوا على بعض، هحاول اسلكهم بس ما يبردوا كده. لما بردوا خالص دي الاشكال اللي طلعت. اول ما بنلاقيهم في الفرن عملوا الفقاقيع او الهواء زي ما شايفين كده، بنقفل عليها ونسيبهم يبردوا خالص، ما بندهنش الفويل اي حاجة. بعد ما بيبرد بنشيله من على الفويل، ممكن بقى نستخدمه في اكسسوارز، في اي حاجة شايفينها مناسبة. بنخرمه مثلا بمسمار، نسخن مسمار ونخرمه، او دبوس، او اللي عنده شنيور الاكسسوارز. بيعمل اشكال حلوة قوي. الفقاقيع دي بتبقى عشوائية، مش بنقدر نتحكم هي فين بالظبط، بس بيبقى شكلها حلو جدا وجديدة. عايزة اوريكم برضو لو اللون نشف وملزقش كويس بيعمل زي في الصورة كده نقط صغيرة قوي، مش بيبقى شكله حلو. يا رب يكون فكرة سهلة وتطبقوها وروني، وهوريكم برضو اشكال تانية اللي كنت عاملاها قبل كده. ما تنسوش لايك وسبسكرايب. ده شكل العين اللي كنت عاملاه قبل كده، وعملت له عقد من الكروشيه مع مطعم بسلسلة معدن. يعني كنت بلعب بس شوية. طبعا العين عملت فقاقيع كده في وسط العين، طبعا دي بقى كده بالحظ. يعني دي سلسلة برضو كروشيه، ودول عملتهم وخرمتهم وعملتهم ميداليات. دي فكرة تانية ان احنا نقطعهم حتت صغيرة قد بعض ونعملهم زي المزيك، ارخص كتير من ان احنا نشتريهم من برا، وندي نتيجة هايلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة بافكار جديدة.